ومن هنا جاتني فكرة إنه أقدم الأوبرا باللغة العربية. إنه قبل كده إيش الشيء الوحيد اللي خلانا نرفض هذا الفن؟ إنها بلغة ما نفهمها. فسبحان الله اللي أبغى أوصل له إنه الواحد لما يكون بيطالع الأشياء بنظرة إيجابية كل الأفكار وكل الحلول تطلع له. والحمد لله ظهرت في بعض المقابلات الإعلامية، ومن بعدها جتني دعوة من سمو وزير الثقافة بتقديم الحفل الافتتاحي لاسكالا ميلانو. لاسكالا ميلانو هم لاسكالا ميلانو هم من أكبر مدرسة ومجموعة لتقديم الأوبرا في العالم، مش بس في إيطاليا. فكانوا عاملين حفلة في الرياض، وأنا قدمت السلام الملكي بطريقة الأوبرا في حفل الافتتاح، والحمد لله كان ليها أصداء جداً إيجابية. هذه كانت أول حفلة لي رسمية أظهر فيها على الجمهور السعودي. لقيت أصداء إيجابية، كثير من الدعم الحمد لله جاني. يعني صراحة كنت شوية متخوفة إنه يمكن ما يعجبهم، ويمكن في ناس ما عجبهم، في ناس ما استهوا هذا الشيء، لكن الحمد لله كانوا الأقلية. الأغلبية كانوا يقولوا لي أحسنتي، فخورين فيكي، استمري. كل هذه الأشياء حسيتها كأنها علامات ورسالات من ربي إنه اللي أنت بتسويه صح، ما يهمك الأشياء السلبية، لا تركزي عليها، ركزي على الإيجابي. والحمد لله حفلات بعد حفلات وظهور بعد ظهور، إلى أن معالي المستشار تركي آل الشيخ طلب أن تكون لي حفلة رسمية في موسم الرياض. فكانت طبعاً مفاجأة بالنسبة لي، ويعني حسيت حقيقي بكم الفخر والاعتزاز بوطني، إنه أنا في أرض وطني وبيدعموني أقدر أسوي شيء اللي أنا أحبه. عملت الحفلة، وكانت يعني مش بس أي حفلة، كنت أنا حفل افتتاح للفنان هاني شاكر والفنانة أنغام. فكان اعتزاز لي أني أكون معاهم في نفس الليلة، والحمد لله. وأنا في الحفلة، يعني حتى لسه ما خلصت الحفلة وأنا في الحفلة ألاقي كم الاعتزاز والاحتفاء من الجمهور، اللي يصفق واللي يصوت واللي يقول فرحة وطن، واللي يعني كان كثير في ناس بيبعتوا لي رسالات إيجابية، وأنا طبعاً ممتنة لهم وممتنة لمعالي المستشار على هذه الفرصة الرائعة. أنا الآن أسست معهد لتدريب الصوت للمغنيين والهواة ولكل أنواع الغناء مش بس الأوبرا، والحمد لله الإقبال جداً رائع. وكمان مسيرة العملية كفنانة أوبرا في تطور أكثر، في إن شاء الله أشياء رائعة حتحصل من مواسم السعودية وأشياء عالمية بإذن الله. الدنيا علمتني إنه ما في زمن يفوت، وما في قطار حيفوت. في أي وقت طول ما نحن على قيد الحياة ممكن نرجع ونبدأ من جديد، ممكن نفتح صفحة جديدة. والدنيا علمتني إنه الخير يكفي كل أحد، ما نكون طماعين، والخير يجينا إلينا عندنا.